أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة. الحقيقة معركة انتخابية العالم كله بينظر إليها اليوم، معركة انتخابات فرنسا أحد الدول التي توصف إنها قلب أوروبا، والتي انتهت أمس الجولة الأولى منها، ووصل اثنين من مرشحيها للإعادة. الأول هو بالتأكيد الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون، والذي سيواجه زعيمة اليمين المتطرف ماريان لوبين في الجولة الثانية الحاسمة في 24 أبريل، والتي من أصول مصرية. بالأمس تم فرز أكثر من 90% من الأصوات في الجولة الأولى، وأظهرت التوقعات أن ماكرون حصد من 28 إلى 29% مقابل ما بين 22 إلى 24% للوبان. ودي الحقيقة أنها المرة الثانية التي بيتقابلوا فيها معا، وذلك بعد أن كانوا قد تنافسوا في الانتخابات الرئاسية في عام 2017. الحقيقة أنه بمجرد انتهاء الفرز بالأمس، دعا المرشحان النهائيان على الفور إلى تجميع حاشدين، ويعني شكر ماكرون المرشحين الخاسرين الذين دعوا إلى قطع الطريق أمام مرشحة أقصى اليمين، في حين حدث لوبين كل من لم يصوتوا للرئيس المنتهي ولايته للانضمام إليها، قائلة إن التصويت النهائي سيكون خيار للمجتمع والحضارة. الحقيقة إنه هي يعني تعتبر أعلى نسبة حققتها لوبين في الحملات الرئاسية الثلاث التي شاركت فيها، وأبرز ما سيطر على الحملات الانتخابية في هذا السباق الرئاسي هو ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد، لا سيما فواتير الطاقة وتراجع قوة الناس الشرائية. ماري لوبين اتولدت في مدينة نوي في إقليم هوت دوسن في غرب العاصمة باريس، وبتبلغ مارين لوبين من العمر 53 عام. هي أيضا حاصلة على شهادة الماجستير في القانون. بدأت حياتها المهنية كمحامية وشغلت مناصب قضائية. أما عن أنها من أصول مصرية، فقالت في وقت سابق في انتخابات 2017 أن لها أصول مصرية، مشيرة إلى أن والدة جدتها كانت بتدعى بولين وهي قبطية وكانت ولدت في مصر. بالتأكيد عندما يعني تم يعني الفصح عن هذه المعلومة كانت مفاجأة للجميع، ربما لم يكن يعلمها معظم الناس. والحقيقة أنه جدة ماري لوبين كبيرة كانت بتعيش في مصر، وكانت قبطية ومصرية اسمها بولين، وكانت أيضا بتنحدر من أصول صعيدية وتحديدا من محافظة أسيوط، وذلك يعني بحسب لوبين. أيضا قامت أو جدتها كانت بتعيش في مصر معظم حياتها، وبعد ذلك انتقلت من أسيوط للإقامة في الإسكندرية، وهناك التقت بزوجها الفرنسي وأنجبت جدة لوبين اللي عاشت في إسكندرية حوالي 20 سنة لغاية ما انتقلت هي وأسرتها إلى فرنسا. الجدير بالذكر أيضا أنه لوبين الحقيقة ما قالتش كده غير علشان تستفيد بالتأكيد من ذلك، لأنه ولع الفرنسيين بالحضارة والآثار المصرية يعني كبير جدا وبشكل مبالغ فيه. أما الباحثون اللي بيتتبعوا لتاريخ ماري لوبين وكمان اللي كشفته عن أصولها المصرية، فبيقولوا أنه غالبا لقاء أم جدتها المصرية بزوجها الفرنسي راجع في زمن الوجود الفرنسي في مصر في أوائل القرن 18، أو تحديدا وقت الحملة الفرنسية في الفترة من 1798 لغاية طبعا سنة 1801. وبيقولوا كمان أنه غالبا هيكون واحد من المهتمين بالآثار، لأنه في الفترة دي اكتشف شامبليون حجر رشيد وتمكن فك لغز الحضارة الفرعونية، وأصبح يعني هناك ولع وشغف زي ما بنقول رهيب عند الفرنسيين بأعمال التجارة والتنقيب عن الآثار والاحتكاك بالمصريين. حدثت في الوقت يعني مصهرة في ما بين العائلات المصرية والفرنسية، حدثت بشكل كبير، كانت أغلبها في الصعيد. وبالتأكيد ما ننساش كمان أنه قائد الحملة الفرنسية الثالث جان جاك مينو الذي أعجب للغاية بفتاة من رشيد وتزوجها كان أيضا اسمها زبيدة محمد عبد الرحمن، وهي الفتاة التي عرفت فيما بعد في التاريخ باسم غادة رشيد.
وانجبت من مينو ابنها الاكبر سليمان مراد جاك مينو، وهما كانوا لسه في الوقت ده هنا في مصر، ثم انجب ابن اخر هناك في فرنسا في مارسيليا تحديدا، وبعدين هجرها هناك في مارسيليا حيث عانت من الجوع والفقر والظروف السيئة. والحقيقة كتب عنها أيضا العالم والمفكر المصري الشهير والذي عاش جزء من حياته في فرنسا طبعا رفاعة الطهطاوي، وقال لا يعرف أي شيء عن نهاية زبيدة على مستوى اليقين سوى بعض تكهنات المؤرخين أن ولدها الأكبر توفي في ظروف غامضة ولم تستطع الوصول إلى نجلها الثاني، خاصة بعد وفاة مينو في عام 810 في الستين من عمره، كما أن أهلها لم يتمكنوا من الوصول إليها حيث عاشت في شوارع مارسيليا بتتسكع في طرقاتها. يمكن الحقيقة ده يعني يدينا شوية نبذة كده عن الارتباط ما بين المصريين والفرنسيين، ولكن لو هنرجع مرة تانية لماري لوبين والتي أصبحت سياسية لما بدأت حياتها السياسية مبكرا وتحديدا في 1986 عندما التحقت بحزب التجمع الوطني المتطرف واللي أسسه والدها جان ماري لوبين، ويعني انتخبت في عام 2004 كعضو في البرلمان الأوروبي وظلت محتفظة بمنصبها حتى عام 2017، ثم دخلت في صراع مع والدها للسيطرة على الحزب، وفعلا قدرت ان هي تطيح بوالدها يعني بالمناسبه من رئاسه الحزب، وكمان تدخل الانتخابات الفرنسيه لثلاث مرات، وفي نفس الوقت تثير المخاوف في اوروبا من ارائها المتشدده، خاصه انه حزبها مناهض للهجره ومناهض للاجانب وايضا مضاد للوحده الاوروبيه، وكمان علشان قربها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على كل حال احنا قدامنا اسبوعين علشان نشوف نتيجه الانتخابات الفرنسيه النهائيه ومين هو هيكون الرئيس القادم لفرنسا، هل هو إيمانويل ماكرون ولا هي السيدة التي من أصول مصرية صعيدية وتحديدا من أسيوط ماري روبين. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، بالتأكيد ثروتي حضراتكم بكافة المستجدات أول بأول، وابقوا معنا في تغطية أخرى على التلفزيون اليوم السابع على مدار الساعة. ملتقى.